وبالتالي يعد ابرز الاسماء على مستوى الظهير الايمن في الدوري سعود عبد الحميد. احمد حجازي ياخذ كره، احمد ينظر نظره للامام ينقلها لعبد الله المالكي، البحث عن كريم الاحمدي، البدايه من الخلف، كل المناطق مختلفه في وسط الملعب. خوسيه انطونيو جريدو حقيقة عطى يعني كل المنافذ مغلقة بالنسبة للفريق الباطن. رومارينيو، هي جول، هي جول، هي جول. يلعب خبرة في منتصف الملعب، وبالتالي التجارب الكبيرة بالنسبة لعبد الله المالكي تعطيه أن يفعل هذا بهذه الصورة. توصل لسعود عبد الحميد، سعود عبد الحميد هي مرة ثانية لرومارينيو، رومارينيو مرور، الله الله الله. الحربي فابيو برو امام مارسيلو جروي، فابيو ارتكاك الكره في منتصف ملعب سامي النجعي، يرسل كره بيتي، يحاول بيتي، يمرر جميله جدا عند الغنام على جهه اليسرى، الان يحاول عرضيه وخطيره امام المرمى جهه اللعب اليمنى، بيتروس يمر بيتروس ويمرر كرة بينية جميلة وخطيرة عند الغنام، يتحصل على الكرة ويمر الغنام، يبحث عن تصويبه الأمام، يضغطون يحاولون من الكرة الثابتة الآن، وهدف تعادل، تافاريس سيتقدم. من أصبحت النتيجة مرابط ضيع ضربة جزاء وعاد الفيصلي من ضربة جزاء، وعندنا كرة لمصلحة نور الدين، يحاول الآن النصر. مرة ثانية يحاول بيض طويلة وعالية، يحاول مارتينيز سريع، راح فابيو، راح فابيو، انطلق انطلق الآن أمام الجول، جول جول أول للشباب. أنا الشباب القادمة في المباراة، تقدم جوفينكو، مار جوفينكو عرض الكرة للشهراني، يبحث عن راس الله، الله 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 الله.